السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا السيد روبرت غولوب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. مراسم الاستقبال استهلت بتحية الوزير الأول سلوفيني للعلم واستعراضه تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. أخذ معه صورة للصحافة الوطنية والأجنبية. بعد ذلك، وبمقر رئاسة الجمهورية دائما، أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون محادثات ثنائية مع الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا السيد روبرت غولوب، ليترأس بعد ذلك سيد الرئيس رفقة الوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. رئيس الجمهورية أشرف بعد ذلك رفقة الوزير الأول السلوفيني على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين، تخص الأولى عقدا بين شركة سوناتراك وشركة جيوبلان لتوريد الغاز الطبيعي، أما الثانية فتتعلق بالإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعية. مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية سلوفينيا. عقد بين شركتي سوناتراك وجوبلين لتوريد الغاز الطبيعي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناتراك، عن الجانب السلوفيني السيد سيمون أوربانسل رئيس شركة جوبلين. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد والناس مجرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن الجانب السلوفيني السيدة ريناتا سفيلبرباك الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية. مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة التحول الرقمي لجمهورية سلوفينيا في مجال الذكاء الاصطناعي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، عن الجانب السلوفيني السيد بويان كومير وزير البيئة والطاقة والمناخ.
وبمقر رئاسة الجمهورية دائما أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب محادثات مع وزير البيئة والمناخ والطاقة السلوفيني بوجان كومار ميمبا. المحادثات التي تطرقت إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناخ توسعت لتشمل وفدي البلدين. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد أجرى من جانبه محادثات مع المستشارة المكلفة بالاتصال بديوانية الوزير الأولية السلوفيني بيترا أرزيك. كما أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الوناس مجرمان محادثات مع نظيرته الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الأوروبية لجمهورية سلوفينيا جيناتا فيلباربك. وبمقام الشهيد وقف الوزير الأول السلوفيني دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المظفرة. الوزير الأول السلوفيني مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم ألقى نظرة على الجزائر العاصمة وخليجها من على شرفة مقام الشهيد ليزور بعد ذلك المتحف الوطني للمجاهد. وكان في استقباله وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيكا حيث قدمت له شروحات حول مختلف الحقب التاريخية للجزائر قبل أن يوقع الوزير الأول السلوفيني على السجل الذهبي للمتحف. هذا وكان الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا السيد روبرت جولوب قد حل اليوم بالجزائر في إطار زيارة رسمية حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين الوزير الأول نظير العرباوي. الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز مسيرة 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وسلوفينيا تعد سانحة لتقوية الشراكة الثنائية في مختلف المجالات وتجسيد عدد من الاتفاقات في المجال الطاقوي إلى جانب تعميق التشاور السياسي حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. عبرت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة التي عقدت لقاءها الخامس بالجزائر العاصمة مؤخرا عبرت عن أملها في أن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022 بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل. حسب بيان أصدرته اللجنة اليوم فإن أشغال اللقاء الخامس للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة انعقدت بمقر المركز الوطني للأرشيف بالجزائر العاصمة يومي 22 و23 من مايو الجاري في ظرف يتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة. وفي هذا إطار تقدمت اللجنة الفرنسية بخالص تشكراتها لنظيرتها الجزائرية ولكل المؤسسات على حسن الاستقبال والاطلاع على أرصدتها الثرية أثناء الزيارة التي امتدت من 20 إلى 24 من الشهر الجاري. وتأمل اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي. وأضاف البيان أن اللجنة المشتركة أكدت في هذا الشأن على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري الفرنسي حول مسألة الأرشيف. وبخصوص الممتلكات الجزائرية التاريخية قدمت اللجنة الجزائرية خلال اللقاء قائمة مفتوحة لهذه الممتلكات ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر داعية الطرف الفرنسي إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن. هذا واتفقت اللجنة المشتركة من جهة أخرى على مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية مطمنة التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبلوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة. في النشاط البرلماني تتواصل بالمركزية الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي في يومه الأخير. المؤتمرون وعلى مدار يومين ناقشوا العديد من قضايا الراهن العربي والإقليمي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية. وبالمناسبة ثمن المشاركون جهود الجزائر لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. استعدادا لإطلاق منطقة حرة للتبادل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وتونس، انطلقت اليوم بالطار فعالية الصالون الوطني للمنتجات الجزائرية بمشاركة أزيد من 50 عارضا وطنيا التي تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والإنتاج الصيدلاني، الصناعات التحويلية ومواد تجميل وغيرها. الصالون في طبعته الأولى أشرف على افتتاحه وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني الذي أكد الالتزام بدعم هذه المبادرات لتحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها لتعزيز الصناعات الوطنية وتوفير فرص جديدة للتسويق والتصدير. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتفعت حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في رفح إلى أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني ليلة أمس مخيما للنازحين شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة. وأكد الدفاع المدني في غزة أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال، وهناك الكثير من حالات البتر والحق والحروق الخطيرة. من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 36,050 شهيد و 81,026 مصابا، وفي 7 مجازر ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا وقرابة 400 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.